أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أهمية الاستثمارات في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخصوصا في ظل التسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين. جاء ذلك خلال حفل افتتاح قاعة عرض شركة تراست تريدرز والذي أقيم بمنطقة المعامير الصناعية. وقام سعادة وزير الصناعة والتجارة بجولة في قاعة العرض، حيث اطلع خلالها على خطط سير عمل شركة تراست تريدرز المختصة بصناعة أسقف الملاعب والعزل الحراري وأنظمة العزل المائي، والتي تضم مجموعة واسعة من أشهر المنتجات العالمية ذات الجودة العالمية والمتخصصة في العديد من مجالات التصنيع والبناء، والتي تسهم في تقديم الحلول الصناعية للمستهلكين وغيرها من المنتجات. تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو خلال العام 2024. وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل 2024 أن المملكة انفردت بين دول مجلس التعاون في تسجيل ارتفاع متوقع بمعدل النمو خلال العام 2024، إذ توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.16%. وأوضح التقرير أن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي توقع التقرير عدم تراجع نموها أو انخفاضه مقارنة بالسنوات السابقة. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. شهدت مملكة البحرين مؤخرا اندماجات في القطاع البنكي، ولكن هل هذا في صالح المنافسة وتوفير البدائل لعملاء البنوك؟ السيد سطام القصيبي الرئيس التنفيذي لخليجي بنك يجيب على هذا السؤال. أنا أعتقد من أهم طرق النمو هو النمو الناتج عن طريق الاستحواذ، سواء الاستحواذ على محافظ أو الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى، تتيح للمؤسسة التسارع في النمو. لكن هذا يعني ليس السبب الوحيد، هناك أيضا أسباب استراتيجية أخرى أحيانا تدعو للاندماج. المؤسسات اليوم بحاجة أن تخلق كتل لديها القدرة أن هي تنافس محليا وأيضا تنافس في المنطقة في توفير خدمات مالية لجهات مختلفة. لا أعتقد أن الاندماجات بشكلها الحالي لها أثر سلبي، أعتقد أنها ظاهرة إيجابية ورح تخلق كيانات أقوى، وأيضا رح تبقى هناك مؤسسات كافية لتوفر للعميل تجربة مصرفية رائدة، وفي نفس الوقت أن تكون هناك خيارات متاحة وتكون هناك منافسة، يعني منافسة صحية ما بين المؤسسات. نهاية الأخبار الاقتصادية، شكرا لكم على طيب المتابعة. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول.